يتساءل الكثيرون دائماً، ألم تحاول أي سلطانة من السلطانات أن تبحث عن عائلتها بعد بلوغ عش النسر؟ وهذا ما سنجيب عنه في هذا الفيديو بعد التأكد من أن السلطانة نوربانو قد حاولت ذلك فعلاً. ما هي نتيجة بحث نوربانو عن عائلتها؟ أين وكيف تم ذلك؟ وما هو المصدر الذي تحدث عن هذه المعلومة؟ عن كل هذه الأسئلة أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. تعتبر أصول السلطانة نوربانو محل خلاف بين الكثيرين، إلا أن الرواية الأصح تقول بأنها من البندقية. ولدت هذه السلطانة سنة 1525 وكانت ابنة غير شرعية لاثنين من نبلاء البندقية المرموقين. أمها هي فيولانتي بافو وأبوها هو نيكولو فينير. نشأت نوربانو باسم سيسيليا وتم أسرها من قبل العثمانيين، حيث أخذت إلى الحريم العثماني وقدمت كجارية للأمير سليم. وقد ذكرت المصادر التي ترونها أمامكم أن هناك أدلة على أن الأمير سليم في فترة معينة قام بإرسال رجال إلى البندقية في أواخر خمسينات القرن السادس عشر لتتبع أصول نوربانو والبحث عن عائلتها. نجح رجال الأمير سليم في ذلك واكتشفوا أن نوربانو قد كانت بالفعل من عائلة فينير بافو، وحسب المصادر فقد وجدوا أحد أقاربها حيا، إلا أن الرجل لم يكن يملك الشجاعة للسفر إلى إسطنبول باعتبار أن العثمانيين كانوا مخيفين بالنسبة للغرب. وهكذا لم تتمكن نوربانو من لقاء أي من أفراد عائلتها على الرغم من بحثها عنهم وإيجادها لأحدهم. هذا ما حصل فعلا، ويمكن لنا أن نتأكد من خلال هذه القصة من أن الأمير سليم قد كان يعشق نوربانو فعلا. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.